بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي معاذ نشأت، مواطن مصري. لقد قمت اليوم بعمل استفتاء عبر الانترنت على الفيسبوك بموجب عما حدث في سيناء وعما حدث هنا في سفارة إسرائيل، بأن اتضح لي بأن القرار أصبح قرار شعب، والقرار أصبح إرادة شعبية. فالقرار هنا قام بالاستفتاء على هل نريد الحرب أم نريد السلام، ولكن جاري الاستفتاء والمعرفة. وأعلن أيضا عن وجود استبيان هيتم استخراجه عقب أيام من أهالي بنها، بناء على إرادة الشعب أيضا بأن الاستبيان يفيد بأن الثورة 100% ثورة نهضة مصرية، نهضة اقتصادية، نهضة إسلامية، نهضة عدالة اجتماعية بإذن واحد أحد. وتم إخطار منذ أيام القيادات بالمقبرة التي بها السبائك الذهب التي سوف تسلم فعليا ببرنامج مشروع قومي لمصر، سوف يقودها لنهضة نهضة ربانية. شكرا.